بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس اللي هتكلم فيه الآن في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، فياريت كل الناس اللي تشوفه، خاصة النساء، وأي واحد عنده زوجة أو بنت تنزل الشارع شعرها مكشوف أمام الرجال. كنت قلت لحضرتكم قبل كده إن المرأة المتبرجة مكشوفة الشعر أمام الرجال النبي صلى الله عليه وسلم لعنها، وإن الزوج الذي يرضى بكشف المرأة لشعرها أو زوجته لشعرها والأب تيوس. الحديث الصحيح اللي رواه الإمام أحمد: سيكون في آخر الزمان رجال يركبون على المياسر كأشباه السروج، ينزلون على أبواب المساجد ونساؤهن كاسيات عاريات، رؤوس على رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنهن فإنهن ملعونات. كنت قلت لحضراتكم قبل كده إن اللعن ده دليل على عدم قبول الصلاة، طرد ده النبي صلى الله عليه وسلم مش بس بيلعنها، ده هو بيأمر المسلمين باللعن. وقلت لحضراتكم إن المعنى إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجال ينزلون على أبواب المساجد وسايب مراته مكشوفة الشعر، دي دياسة، والرسول صلاة الديوس لا تقبل، ولو كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل الصلاة في الموضوع ده. يبقى دي أول حاجة، اللعن. ثانيا، الزوج اللي يرضى بهذا يكون ديوس. طيب، كنت قلت لحضرتكم قبل كده ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان النساء المتبرجات هم شر النساء، قلت ان النبي عليه الصلاه والسلام قال على المراه المتبرجه مراه منافقه، قال هن المنافقات. طيب، كنت قلت لحضرتكم قبل كده في احاديث اللي رواها عبد الملك بن حبيب في كتابه ادب النساء. عبد الملك بن حبيب من كبار علماء التابعين رحمه الله، رضي الله عنه، من كبار علماء التابعين، عمل روى في كتابه ادب النساء احاديث صححها عن فاطمه رضي الله عنها ان المراه المتبرجه لما تكشف شعرها هتعلق من شعرها في النار. هتعلق من شعرها في النار. طيب، يبقى تعال بقى نشوف الادله على عدم قبول الصلاه. جبت لحضرتك ادله صريحه، مش ممكن انسان عاقل او امراه عاقله تسمع الاحاديث دي وتظل متبرجة وكشف شعرها. الحديث الأول رواه الإمام الطبراني في المعجم، ورواه الإمام السيوطي في كتابه جمع الجوامع وغيرهم: إذا رأيتم اللاتي ألقين على رؤوسهن مثل أسنمة البعر فأعلموهن أنه لا يقبل لهن صلاة. ده أول رواية. الحديث الثاني رواه حرب الكرماني في كتابه في المسائل: إذا حاضت المرأة فلم تختمر لم يقبل لها صلاة. طبعا الخمار اللي هو قضاء الرأس. إذا حاضت المرأة فلم تختمر لم يقبل لها صلاة. طيب، الحديث الثالث رواه عبد الرازق في المصنف: أيما جارية حاضت فلم تختمر لم يقبل الله لها صلاة. يبقى ايوه جاريه، شوف الرسول قال ايه جاريه. كلمه الجاريه دي بتطلق على بنت صغيره اللي عندها 13 سنه 14 سنه، عشان في بنات تقول لك لما اتجوز ابقى اتحجب ابقى اغطي شعري. طب انت تضمني انك تعيشي وانت تتجوزي؟ مش يمكن تموتي؟ طب والصلاه هتعملي في ايه؟ التي لا تقبل، هتعيد الصلاه تاني؟ هتقبلي على نفسك انك تصلي 10 15 20 سنه لغايه ما تتجوزي وانت صلاتك لا تقبل؟ اين العقل ان الانسان يتوضا ويصلي وهو عارف ان صلاته مش مقبوله؟ طب نشوف الحديث ده اذا رواه ابن ابي شيبه في المصنف. طبعا الحديث دي كل حديث من طريق غير الثاني، فقاطعه، يعني مش ممكن كل الاحاديث ديت من طرق مختلفه غير اللي احنا قلناها قبل كده. طيب، اذا بلغت المراه المحيضه ولم تغطي اذنها وراسها لم تقبل لها صلاه. إذا بلغت المرأة المحيض، بلغت المرأة المحيض ولم تغطي أذنها ورأسها لم تقبل لها صلاة. المشكلة وبس، ده في حكم الزانية. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إيه؟ أيما امرأة استعترت فمرت على قوم، طبعا ده حديث بسند صحيح، فوجدوا منها ريحا فنظروا إليها فهي زانية. أو امرأة استعترت فمرت على قوم فوجدوا منها ريحا فهي زانية. حتى لو قفلت ما كانت محجبة أو منقبة، حتى لو كانت محجبة أو منقبة. طب أيما أشد فتنة للرجال؟ طب القطر ما بيتشمش الا لما حد مسافه قريبه، الشعر المكشوف والزينه. ده في حديث ثاني كمان اللي هو رواه، احنا قلنا اذا رايت
إذا لم تغطي المرأة، إذا حاضت المرأة لا يقبل الله سبحانه وتعالى امرأة لو صلت امرأة في زينتها. هكتبه لكم برضه في الوصف. يبقى عندكم، شوفوا عندنا، يبقى شوفوا عندنا بقى العقوبات قد ايه للمرأة التي مكشوفة الرأس. اولا هي ملعونة، ثانيا الزوج كمان اللي ساكت على كده ديوس، ثالثا هي من شرار نساء المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح، رابعا هي منافقة والعياذ بالله وتحرم عليها الجنة، خامسا هتعلق من شعرها في الجنة في النار في من شعرها، ثالثا لا تقبل لها صلاة. لا يقبل الله صلاة امرأة حتى تواري زينتها، لا يقبل الله صلاة امرأة حتى تواري زينتها، ولا يقبل صلاة امرأة حائط إلا بخمار. فيبقى المرأة اللي بتنزل في زينتها كشف شعرها حط ميك اب مش هتصلي مش هتقابل صلاه. ف يا ريت كل واحده تسمعني دلوقتي، لان انت تشوف قدامك انسان بيغرق، فاي واحده لها اخت، جاره، زميله في العمل، قريبه، بنت عم، بنت خال، تلحقها تبعت لها الكلام ده كله فقبل فوات الاوان، الموت ياتي فجاه. فانا هكتب لكم الكلام ده في الوصف سخون شرو، اقول قولي هذا، وهكتب لكم في التعليق كمان عشان الناس ما بتعرفش تفتح صندوق الوصف في التعليق، سخوا هذا الكلام شرو، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.